أنا أول مرة رح أبقى مذيع، ودي آخر مرة رح أقول وحدي. أنا لست مذيعا يا إخواتي، ولا جاي مرتب حواراتي. أنا فجأة لقيتني في وسطيكم، بحاوركم وأعرف حكاويكم، كلمة في حدوتة في حكاية عملوني مذيع. يلا نصور ولقيتني بذيع وهذيع وهذيع، وانا هبقى مذيع رح يبقى مذيع. طب ينفع كده؟ طيب وهذيع وهذيع، انا هبقى مذيع. الافراج عني يوم 11 مايو سنة 62، وده كان وافق يوم جمعة، وكان زمان بيطلع ملحق ثقافي مع الأهرام، فكان نشرين الخبر. أنا خلاص عملوا لي الليلة بتاعت الإفراج بالليل. العنبرة فرح عنبرولي. العنبرة دي من تراث السجن، اسمها عنبرة. العنبرة عشان اللي هو الاحتفاء والاحتفال بأي حد خارج، العنبرة لأنه بيبدأ يقول عنبر كله يسمع. وبعدين بقى لما بيعدد المنشآت السجن والأدوار تشعر عالي خالص، يقول واحد يا ورد، اتنين يا فل، تلاتة يا ياسمين، أربعة يا أجدع ناس معلمين، خمسة يا كركية. الكرك ده اللي هو بيخش السجن لأول مرة. التذكرة كركي بتاعته. أو كورك حاجة كده. لا كركي بالنسبة للتذكرة الكاكي بتاعته. ستة يا زهرة الشباب والحركة الوطنية. السياسيين. سبعة يا أجدع تجار مخدرات في الجمهورية العربية. تمانية يا سجن النساء ومخالف الشريعة الإسلامية. وبعدين يقول مش عارف ايه، يا فرن يا ايه، يا مستشفى ايه. وبعدين يقول يا مشنقه يا مرجيحه الابطال. الله، شوف الشعر مرجيحه الابطال. ايه؟ عشان ما كانش حد بيطلع المشنقه دي غير الابطال. يقول يا مشنقه يا مرجيحه الابطال. ويروح بقى فعنبرولي بقى، وانا الصبح بقى عامل حسابي ان انا طالع افراج. وبعدين الساعه 6:30 العنبر بيفتح 7، ايه ده انتباه انتباه كبيره قوي، يعني ضابط عظيم. فتحوا الباب، احنا بدانا نخبي الممنوعات. وفجاه فوجئنا بان المفتاح في باب اوضتنا. كنت في اوضه 16، انا كان معايا محمود امين سليمان السفاح. محمود امين سليمان اللي هو كتب عنه نجيب محفوظ اللص والكلاب. قلنا ايه وبتاع، داخلين المدير والمأمور وبتاع. وانا بقى كان ورايا مصلتين، كان بيرموا ورايا الممنوعات عشان عارفين المأمور بيحبني والمدير بيحبني وحاجات زي كده. فما جم عليا انا قلت بس، يعني الواحد هيترنجش قبل الافراج. وقعت بقى. ف قال لي مبروك ابراهيم عزت. يترنجش بس، يترنجش دي يترنجش يعني ايه؟ يترنجش يعني يتزوق، يعني ياخد يتحضن في العروسه والصلاة على النبي. يتنقرش. وبعدين قلت بقى، قال لي مبروك. انا بتصور وكلمني على الافراج. قلت له الله يبارك فيك. قال لي انت عرفت تطلع من الافراج النهارده؟ قال لي تقوليش الاهرام النهارده. قلت له والله الراجل بتاع الجواد لسه ما عداش. فضحك، اديني البتاع مكتوب فيه قرر مجلس الفنون النشر ديوان صور من حياه والسجن الفائز في مسابقه مشروع الكتاب الاول. انا لسه مش مصدق الحكايه. لا خلاص. يوم الافراج وراح قايل لي ايه سمير قلادي الله يرحمه، قال لي انت دلوقتي حطيت رجلك على بر الامان. قد ايه الناس دول كانوا مش سجانه، ضابط السجن لما يبقى مثقف، اي ضابط اي موظف عام بيحتك بالناس ما يبقى مثقف وفاهم بيبقى رحمه، بيعرف يفرق
يفرق بين يبقى رحمة. بين بين سجين وسجين. وقال لي كده حطيت رجلك على بر الامان وخرجت. رحت مجلس الفنون فقالوا لي ان كتبت لك المقدمه الدكتوره سهيل الالمان. فرحت لها في بيتها 5 شارع عبد الوهاب الشنواني. شوف انا فاكر ازاي في العباسيه. وقابلتني مقابله جميله جدا وقالت لي ايه مش متصور انا كنت في السجن ما اعرفش ازاي. وهي كاتبه لي المقدمه ان انا راجل مسجون. فقالت لي طب انت بتشتغل فين؟ قلت لها انا ما بشتغلش لسه خارج من السجن. قالت لي لا ما ينفعش ما الشاهد ما بياكلش الادم ما بياكلش عيش في البلد دي. راحت كاتبه لي جواب ليوسف السباعي راح مشغلني في كان ساعتها هو ماسك نظام التضامن وزاره ويوسف السباعي ده الثقافه ساعتها في الوقت ده بقدر ما هو يعني سمعته ما هي ماهيش كويسه في وسط المثقفين اللي انا بقول لك انه كان فارس نبيل وكان فعلا شخص حنون جدا وجميل خالص وساعدك وقف جنبك وقف جنبي واستحمل رزالاتي اللي كنت بترزل عليه دايما لكن هو كان بيحتويك كان عارف ان انا موهوب وكان بيحترم الحكايه دي قوي. وعدينا بقى المرحله دي ودخلنا في مرحله الجوازات اللي كلنا عارفينها ابتداء من صفيناز كاظم ومرورا بقى بكل الاسماء. صفيناز هي ام نوارة الانتصار لان انا يعني انت اللي حببتني في الاسم ده من زمان والقصيده اللي كتبتها مخصوص لنوارة عشان نوارة الى ان وصلنا الى زينب وام زينب يعني طبعا انت مسموح لك انت تقول كده احنا ما نقدرش نقول اللي حد زينب وام زينب دلوقتي واحنا ماشيين فاضل لنا يعني شهور وربنا يدي لك الصحه والعمر وتكمل 72 سنه في شهر مايو الجاي برج الثور واللازقين في بعض قلت لي برجين الجوزاء الثور والجوزاء لازقين في بعض انت بطلت تدخين وده في حد ذاته يعني في ناس كتير منهم اعلام ومشهورين لما كانوا بطلوا الدخان لمده سنه كانوا بيتكلموا عن نفسهم كلام الاساطير وبعدوا ينصحوا في الناس ويقولوا انا مش عايز نصيحه للناس انا عايز انا اسال عم نجم انت بطلت الدخان ليه علشان زينب ولا علشان ام زينب ولا علشان خايف من الموت هو نمره واحد عشان اربي زينب علشان اقعد معاها اطول وقت ممكن علشان تقف على رجليها واحنا بقينا في مجتمع مفيش شيء مرحميني ودي بنت واحنا في مجتمع ذكوري ذكوري يعني الرجاله بتطغى على حقوق الستات ده اللي تقصده يعني طبعا مع ان دلوقتي في المراه بقت وزيره لا ولا بقت يعني مش عارف عضو في تبقى رئيس الجمهوريه ما ينفعش لا في في الفلبين وفي في يعني بنتكلم عن هنا عن هنا يعني بس في والله يعني لكن هو سبب تبطيلك للتدخين زينب نمره واحد امال ايه وام زينب لان ام زينب دي عايز اعرف ما تعرفش ما تعرفش تروح لغايه اخر الشارع وترجع دي انا مربيها على ايدي انا عارف كنت اشوفها عندك دي حاجه منتهى البراءه والطهر وشيلاني وحضناني وتخاف عليا وعلى بتربي بنتي ودي ستي وتجراسي يعني اذا دلوقتي الكلمه قبل ما نعمل الحوار مع بعض ونصور كنت قلت لي جمله قالها لك دكتور شهير يعني انه الكلمه دي هي اللي وجعتك وخلتك تبطل دخان قالك لو عايز تربي البنت دي كذا فالكلمه دي اللي يعني دلوقتي امال ايه ده اللي خوفتني يعني لازم الواحد يكون عنده حافز قوي جدا ويخاف عشان يبطل اللي خوفك بس التدخين في حد ذاته لما بطلته مش عامل لك اي والله مفيش مشكله مفيش مشكله على الاقل دلوقتي يا مدحت انا بفطر كنت بفطر يا بقى اقوم الصبح سجاير الدخان بيسد النفس حاجه رزله مش كده حاجه رزله انا كنت بدخن انا كنت بدخنها انا كنت بقى يعني مش ممكن تلاقي ايدي من غير ال ما ينفعش انت كده مرتاح نفسيا قوي خالص اكتر خالص الحمد لله انت بتخاف من الموت عامل ايه دلوقتي بقيت اعمل حسابه الاول ما كنتش هموت في اي وقت ما هموت دلوقتي بقيت اعمل حسابه عشان الطفله دي وبدات اقول ايه طيب لو حصل طب الوضع يبقى ايه طب إيه؟ انت فاهم يعني بقى حسبه المود دلوقتي بقى حسبه بالنسبه لي ما كانش كده قبل زينب يعني افهم من كده ان انت نظرتك للحياه دلوقتي اختلفت عن قبل ما زينب تبقى موجوده
يعني رغم ان في ضنا قبل كده في نواره انا عارف قد ايه معزه نواره عندك. انما البنتين الاولانيين في عفاف ونواره عفافوا البنتين الاولانيين امهاتهم خطفوهم مني وجريوا. يمكن عشان انت مش فاضي وبتشتغل ممكن مش هتقدر تدي لهم. انا ما بقولش ان هم غلط. انا بحبذ ان هم مع امهاتهم. انا دلوقتي لو حصل بيني وبين ام زينب انفصال هقول لها خد زينب في حضنك. انا ما اقدرش اعمل تعمل الام الام بتشوفهم مع منين بتشوف عفاف. امال ايه حبايبي ونوره عفاف مخلفه على ثلاثه مخلفه واد صغير كده شكلي بالظبط. مسميها إرد. احمد ولا مسميها؟ لا مسميها مصطفى. مصطفى قرد مسلسل فكرني بطفولتي شيطان من شبه جده. اول مره اول مره جه هنا مصطفى دخل على كده قال لي انت جدي؟ قلت له قال لي تفوت ربع جنيه على طول. لو ما اديتيش ربع جنيه تبقى مش جدي. انا لست مذيعا يا اخواتي ولا جاي مرتب حواراتي. انا فجأة لقيتني في وسطيكم بحاوركم واعرف حكاويكم كلمة في حدودة في حكاية عملوني مذيع. دلوقتي اخر نشاطاتك ايه يعني في اعمالك في الفن بتعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي اعوذ بالله من قولت انا بعمل مسلسل بكتب مسلسل للتلفزيون اسمه ضرب العوالم. ضرب العوالم اول مره تعمل فيديو تشتغل مسلسلات؟ انا يعني ايه انا اعرف قبل كده عندي معلومات ان انت كنت ممكن تساعد في السيناريو في حوار لا انا اكتب لكن دلوقتي انت بتعمل الحكايه كلها اخدها من باب بالليله كلها بالليله لان العوالم دول يا مدحت ما حدش اتكلم عنهم ومحدش عارف ان العوالم دول هم اللي ولدوا محمد فوزي هدى سلطان او لما اتكلموا عنهم صوروهم بشكل بيخلي الناس تزعل منهم تخاف منهم. دول اللي عملوا الفن المصري. ما انت عندك تعالى نتكلم بقى في المزيكا وانت قاعد. ما هو بقى لا يفتى ومالك في المدينه انما انا عندي جرأة الجاهل. لا ده انت استاذنا. اما هتلاقي عمك شيخ سيد درويش واخد من الاتراك مزيكا تركيه. أيوه. طورها. ايوه عبد الوهاب نفس الحكايه بالظبط. عمنا الصنباطي خد من كل دول. انما العوالم المصريين من الحاره المصريه. وانا فاكر لحن كانوا بيطوروا في الفطره. امال ما خدوش حاجه يطوروا في لا لا يطوروا لا لا في لا نفسهم هم كده. وعاملين فن يجنن. الله هو محمد فوزي ده هيتنسي ولا يموت؟ لا طبعا. ازاي ما ينفعش؟ وغيره كتير. وغيره كتير. اللي هم العوالم دول. انا فاكر لحن العم الشيخ سيد في شهرزاد اظن. لحن فلاحي بيقول ايه يا عم؟ قول الحرب يا خيالي. فاكر ده؟ ده نفس المقام والميلودي بتاع شد الحزام على نفس قريب. انما انا فاكر الغنوه دي واحنا بنجمع القطن كنا بنقولها. وفي بلاوي سود. وفي مثلا يقول لك يا جميل لمه وده جمحك اللي بدرته. يا جميل لمه والبنت قالت لابوها. شوف المضمون اللي في الغنوه دي. يا جميل لمه ولازم هم يشهقوا هم بيقولوها لازم يقول لك يا جميل لمه وده جمحك اللي بدرته. يا جميل لمه والبنت قالت لابوها اختشت منه طوب الحياه يا بداب والنهدي بان منه وان كنت عايز تصون عرضي وتلمه ما تجوز البنت لال زي نفس المرادف بتاع الزرعيه. بشوف مضمون. يا جميل لمه وده جمحك اللي بدرته. يا جميل لمه والبنت قالت لابوها اختشت منه طوب الحياه يا بداب دبان منه وان كنت عايز تصون العرض وتلمه جوز البنت اللي عينها منه وده جمحك اللي بدرته. الله امال جابوا منين ان البنت تتكتف وتتجوز؟ جابوها منين دي؟ انت استهواك الموضوع ده فبتعمل عنه مسلسل. طب هل بقى لما استهواك الموضوع ده اللي خلاك تروح لمنطقه التمثيل ولا التمثيل كان قبل ده؟ انا بتهيألي المسلسل هيبقى محتاج مجهود فمن قبل بتهيألي المسلسل. لا والله التمثيل ده انا كنت فين يا سيدي كنت بعمل مع صفاء ابو السعود ساعه صف. ايوه فايه كنت زعلان مع محمد الحلو كان زعلني عارفين الحكايه دي وسمعناها انا بحبه.
فانا بقى هو بيحبك جدا على انا فكرة. عارف ده فبقول له بقول له انت عشان صوتك حلو انت تنفي كده طب ما انا هقدر اغني طب يلا عزمي ورحت بغني معاهم يا حلاوه الدنيا الله الله فمين واقف عادل عوض ايوه قال لي معقول يا عم احمد انت بتغني بالحلاوه دي خد ده بقى فخدك بقى في الفيلم بتاع شباب قال لي تعال شوف انا بشتغل اللي رحت لقيت الواد احمد الفشاوي الفشاوي وعيال كده عملت دور جده صغيرين حلوين قوي تجري معاهم قلت لهم يلا يعني انبسطت من التجربه دي عامل ايه؟ خالص خالص لانها انبسطت خالص يعني ما انبسطتش ولا خالص انبسطت جدا خالص جدا انبسطت جدا وانا عايز اغمض عيني وافتحها امتحت في كل مجال من مجالات الحياه الاقي شباب طالعين ايه حكايه القعده على الكراسي دي العفن ده؟ ايه يعني واحد يقعد بطل اسطوري 30 سنه؟ هي البلد هي مصر دي عقمت ادوا فرصه للشباب انا بفرح قوي بشوف الشباب طالعين يعني انت اشتركت في ده من منطلق احساسك بان الجيل الجديد ده لازم حد يدعمه لازم انت وامثالك تقفوا جنبه امال ايه لازم تدعمه ما قدرتش تدعمه هو من سكته تحاربه ليه يا اخي صح الله انت مش مؤمن ببكره كلنا مصدق مؤمنين ببكره وعندنا امل في ان احنا بكره نقدم ليه يا عمنا ناظم حكمت بيقول اجمل ايام العالم لم ياتي بعد اجمل انهار العالم لم يجري بعد اجمل اطفال العالم لم يولد بعد راجل متفائل وان انت لعلمك بقى والعلم السادة المشاهدين في اكثر من مليون ونص مليون توقيع في تركيا من الناس رفعوها لرئيس الجمهوريه ارفعوا ايديكم عن ناظم حكمت شاعر تركيا العظيم وردوا له اعتباره ده قعد 25 سنه في الزنزانه يعني انا برضو يعني زميل كفايه وقايل بس ايه الكلمه اللي في سجل الرجل اسمها الرجلاش واسمها ايه رنجشه انت بصراحه كده اترنجشت كم مره في السجن اترنجشت كتير كتير ما اسكتش ما اسكتش ودماغي لازم نخبط الحيط جامد عشان خاطر افوق والرنجشه دي انواع طبعا. يعني في فلكه في لا فلكه ما حدش يقدر يجيبني الارض عايز اعرف ايه نوع الرنجشه اللي انت وانا على قيد الحياه ما ينفعش حد انا في مكتب حاسه انا مباشر وقعت ازاي لانه انا بكلمه راح ضربين الكرسي من ورايا لقيت نفسي تحت ونزل البتاع الشوم زي الشتاء زي الشتاء مطر فانا فلاح اعرف اتعلمت من طفولتي ان وانت في الخناقه تحافظ على دماغك كل الجسم ده ما يهمش هي دي اهم حاجه هنا فنحط ايدي على ايه يا اولاد دي انا لست مذيعا يا اخواتي ولا جاي مرتب حواراتي انا فجاه لقيتني في وسطيكم بحاوركم واعرف حكاويكم كلمه في حدوته في حكايه عملوني مذيع عم احمد فؤاد نجم معروف عنك ان انت صريح جدا ودي من اجمل الحاجات اللي معروفه عنك والمشهوره عنك في دلوقتي عايزين شويه يعني هم مش اكتر يعني هم شويه رسائل بسيطه كده عايزين عم احمد فؤاد نجم يبعتهم للتالي اسماءهم ايوه اتفضل علي الحجار انت فين هي دي رساله مقتضبه يعني الوفي بس مش عايز اقول له حاجه تاني عايز اقول له حرام عليك نفسك يلا يا اخي مالك يا علي انت حاجه جامده خالص انت مش عيب يا مدحت اما انا اجي انت عارف زي ما انت قلت لي انت صريح اما اجي دلوقتي الاقي كاظم الساهر انجح واحد في الوقت ده ما انا بقولش انه وحش احنا عرب كلنا واجي على الناحيه الثانيه اقول اسماء ولا بلاش مش عيب واحد يبقى اخنف ويبيع اكتر منك انت محمد الحلو علي الحجار واحد اخنف بيغني يعني عارف يعني ايه يعني جيب واحد تقطع رجليه وتقول له انزل العب كوره يلعب كوره ازاي يعني انت بتناشده ان هو يخلي باله من نفسه وانت محمد الحلو ومحمد منير ما لسه ما قلتلكش اسمي انا بقول لك طيب انت قلت كل طب انا لسه عايز اقول لك طب محمد الحلو هتقول له ايه هقول له محمد الحلو فوق بقى فوق بلاش هطل بقى انت مغني عظيم في وده شويه ومدحت صالح تقول له ايه ومدحت صالح اقول له زين اكتر والنبي يا مدحت
تسمعنا محمد فوزي كتير. حاضر. ومحمود الشريف. حاضر. ومال مش عيب. حاضر. حاضر. الرسائل دي كلها وصلت واتمنى ان هم يكونوا سامعين لانهم كلهم بيحبوك وبيقدروك. وانا بموت فيهم. كلنا. انا بموت فيهم. في سؤال اخير بقى يعني بننهي بيه لقائنا النهارده واتمنى انه ما يكونش نهايه لقاء بينا. انت حاسس ان انت فنان ذكي؟ ايه اللي خلاك تحس بكده؟ لاننا في ظروف شديده الصعوبه يعني ما طلعش ظهره طلعت بصمت وحققت نفسي كشاعر كبير اول مره هقولها في حياتي انا اهم شاعر مصري في القرن العشرين انا عارف كده انا بحبك زي كل المصريين ما بيحبوك بالظبط كده كل سنه وانت طيب والصحه والسلام يا رب ومصر بالسلامه والصحه و صيام مقبول انت عارف ان احنا الوحيدين في العالم اللي في عندنا شارع اسمه شارع صائم الظهر اللي هو طول عمره ما بيفطرش خالص يعني اول الشعب كل سنه وحضراتكم طيبين واتمنى ان احنا نكون قضينا مع بعض وقت وعامل زي المذيعين ما بيعملوا كده في الاخر وبيلموا الورق وبيحطوا القلم سنة ومش عارف كل سنه وانتم طيبين اديها دور الشاي بقى كل سنه وانتم طيبين والى ان نلتقي في مش عارف هبقى مذيع تاني بعد كده ولا لا بس انا فرحان ومكتفي بان انا كنت مذيع مع عمنا احمد فؤادين طيب ايه رايكم وحش ولا حلو اللي عملناه ده جاي مرتب حواراتي انا فجأة لقيتني في وسطيكم بحاوركم واعرف حكاويكم كلمة في حدوتة في حكاية عملوني مذيع يلا نصور ولقيتني بذيع وهذيع وهذيع وانا هبقى مذيع رح يبقى مذيع طب ينفع كده طيب وهذيع وهذيع انا هبقى مذيع